مبسوطة جدا، ويعني انا كنت مصرة ان انا البس قفطان مغربي. المهرجان اللي فات في كذا ارت برضو اصريت ان انا اطلع التكريم بتاعي بالقفطان المغربي، لانه انا بحب، يعني بصراحة بحب المغرب وبحب شكل القفطان المغربي، بحسه بيدي يعني انوثة شوية وشياكة ومختلف. بصي، المغرب ليها طبيعة خاصة مختلفة، ودي حاجة بتميزها انها كل حتى مدينة فيها مختلفة، ليها ازياءها وليها طبيعة بتاعت الشعب وليها اكلاتها. المغرب بحس انه يعني في مزج بين الحاجة الاوروبية، يعني اليوروبيان ستايل، والستايل اللي فيه المغربي البدوي الامازيغي، يعني كولكشن كده بين الحضارات. عامل لبس لطيف، يعني النهارده وانا بشتري حاجات، لا بشتري حاجات حاسه ان انا، يعني اصحابي بيقولوا لي لا في حاجات موجوده في مصر، بقول انا بحب اشتري من هنا لانه بحس اني لابسه حاجه مختلفه. اشتريت الجبادور المغربي ولبسته امبارح. بشتري طبعا بهارات الكسكس والطاجين والباستيلا لان بحبهم قوي. بشتري الشاي الاخضر دايما معايا من هنا وبرجع بيه. زي ما قلت لك زيت الارجن، الصابون المغربي البلدي، بشتري حاجات كتير.